اهلا وسهلا بكم في زوريخ الحلقه الفارطه من برنامج قضيه الاسبوع. باش نبداو من ختم الزميل اسامه الحمراوي والقفله الشعريه الرومانتيكيه اللي وجه من خلالها ان كوتكور كل التيارات السياسيه والايديولوجيه والفكريه في الجامعات التونسيه. اولا اقول لقد فشلت البذاعه وتكدست العقول بالصدا وامتلأت القلوب بكل ما هو سلبي وتشربت العقول بالمفاهيم الرجعيه والمتطرفه، فانقسم التونسيون داخل البلد الواحد، وانقسم الطلبه داخل الجامعه الواحده، وانقسمت العائله داخل البيت الواحد، حتى ان الصراع والعنف اصبح المنهج الوحيد لفرض الفكر والرأي والمطالبة بالحقوق والحريات، وهو هذا شيء خاطئ. وهذه كانت ردة فعل كل من سمع رسالة زميلنا أسامة الحمراوي. رسالة الزميل أسامة الحمراوي لقد تجاوب في الحال، وكانت واحدة من بين أبرز الأسباب لتحقيق المصالحة الوطنية اللي عجز عليها الجميع، وفيما يلي بعض الإنجازات الأخرى المقطوعة أسامة الحمراوي الشعبي. أن الديانات هي أديان تسامح والسياسة هي منطق العقل والبرامج، فلماذا التكلف والتشدد؟ جمهور الحلقة الفارتة كان مش محايد، ويمكن لجنة تأديب الحصة أن تسلط عليه مجموعة من العقوبات بعد رميهم للشماريخ الفكرية وتبادلهم المقذوفات الكلامية. حبيت أقول لكم يزيم ثقافة التذمر، قلت تحيي زكي وتكلمت أكثر من أكل، هذا أول شيء. وراه دينا في اجتماعات قبل 14 جانفي اللي ما كانتش مدياتيزي كان حتى حد يجمد على الإسلاميين، كان الخصم المشترك هو بن علي، توا حللتم مكانه ففعلنا معكم نفس الشيء. وراه كيفاش برشا ناس شافوا الحلقة الفارطة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من والأخيرة من برنامج قضية الأسبوع. شاهدنا قبل قليل حوصلة لأهم اللقطات الطريفة في الحلقة الثالثة والتي تناولنا فيها موضوع التشدد الديني والسياسي في الجامعة التونسية. هذه الحلقة نتناول فيها موضوع المرأة التونسية بعد الثورة، المكتسبات، التحديات والرهانات، حيث مثلت المرأة التونسية في المجتمع اليوم موضوعا هاما من مواضيع عدة. ففي عصر الطاهر الحداد كانت المرأة البداية لتحررها الفكري والثقافي، أما مع مجلة الأحوال الشخصية في خمسينات القرن الماضي مثلت التتويج القانوني لحقوق المرأة ومكتسباتها وصولا إلى القانون بعد الثورة، حيث يحضر معنا في هذا الجزء السيدة سلوى الشرفي، أستاذة في الأعلام، اختصاص في الأعلام والاتصال السياسي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. السيدة حفيظة شقير، أستاذة قانون بجامعة المنار وحقوقية. السيد رضا الكشبان، رئيس الجمعية التونسية للتربية والثقافة. والسيدة فضيلة العوالي، أستاذة جامعية ونقابية، عضو نقابة الاتحاد التونسي للشغل ورئيسة جمعية المحافظة على التعليم العمومي. مرحبا بك سيدتي. الآن ونشاهد تقرير الزميلة ياسمين الحمروني. لطالما تحدثنا عن المرأة التونسية كعنصر بارز وفاعل في المجتمع تحظى بمكانة سياسية واجتماعية جعلتها موضوع حوار وانبهار على المستوى العربي والدولي، فالمرأة وقفت الند للند إلى جانب الرجل في المظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي، وقامت بدورها في حماية أبناء الشعب المعادين للاستعمار. ومع بداية مرحلة جديدة في تاريخ تونس الاستقلال، بدأت مكانة المرأة وأهميتها تترسخان، بدءا من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 من أوت 1956، وبرز وجود المرأة في الحياة العملية والجامعية وغيرها من المجالات، حتى أصبحت المرأة متساوية مع الرجل في المجال المهني وفي التعليمي، حتى أنها تفوقت عليه في عديد المناسبات في نسب النجاح والتفوق الدراسي في السنوات الأخيرة. وظلت المرأة التونسية التي شاركت بكثافة في إنجاح مسار ثورة 14 من جانفي 11 و2000 أن مكانتها سوف تتعزز وأن حقوقها سوف تحفظ، لكنها للأسف كانت عرضة للتهديد حتى في مكاسبها القديمة. فرغم تطبيق قانون المناصفة في القائمات الانتخابية المترشحة للمجلس الوطني التأسيسي، صعدت 25 نائبة فقط مقابل 153 نائبا، وشغلت امرأتان فقط منصب وزير في حكومة ما بعد الثورة، كما أن قائمة الولايات جديدة الصدور لم تشمل اسم أي امرأة. ورغم هذا الغياب اللافت للنظر، يبقى الأمل مستمرا، فاليوم تترأس المرأة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وجمعية القضاة ونقابة القضاة ونقابة الصحفيين. ويكفي التونسيين فخرا أن أول طبيبة عربية كانت تونسية منذ سنة 36 و900 و1000، وأول من قادت الطائرة، وأول سائقة قطار، وأول قائدة باخرة، وأول من قادت فرقة نسائية على المستوى العربي كنا تونسيات.
ويبقى السؤال قائما، هل علينا أن ننتظر 13 من شهر أوت كل سنة لكي نرفع شعارات المطالبة بتعزيز مكاسب المرأة التونسية والمحافظة على حقوقها؟ ومتى تنقشع غيمة الانتهاكات والاعتداءات المسلطة على المرأة التي قدمت كل ما يمكن تقديمه من أجل هذا الوطن؟ إذن سيدة حفيظة شقير، بعد مشاهدة هذا الفيديو وهذا التقرير، هل يمكن أن يتم تحيين مجلة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المواصفات العالمية لحقوق المرأة؟ يعني احنا توا في وضع في إطار دستور جديد، أظن أهم حاجة هي الدستور قبل مجلة الأحوال الشخصية، لأن الدستور كرس مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما ضمن الدستور في الفصل 21 الحقوق العامة والفردية. أعتقد أن المسألة لا تتعلق بكيفية مطابقة مجلة الأحوال الشخصية مع الآليات الدولية بقدر ما تهم كيفية تماشي أو تطابق مجلة الأحوال الشخصية مع الدستور الجديد في فصله 21 في إقراره لمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات. أعتقد أنه الآن المرحلة الحالية تتطلب منا التفكير في كيفية تفعيل أحكام الدستور، وهذا هام جدا، لأن الدستور خاصة في الفصل 46 كذلك اللي هو أهم فصل يخص النساء جاء ليؤكد على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة وتعمل على دعمها وتطويرها، وهذا هام جدا، لأنه حماية الحقوق المكتسبة لهنا الفائدة في هذا أو الميزة لهذا الفصل أنه لم يحدد مجال الحقوق، فبإمكاننا إدراج كل المجالات، الحقوق المكتسبة في كل المجالات، المجال العام والمجال الخاص بما في مجالات الأحوال الشخصية. وكذلك توا الدولة مطالبة وملتزمة بالعمل على دعم هذه الحقوق وتطويرها، يعني أن الدولة مطالبة بدعم هذه الحقوق بما يتماشى مع أحكام الفصل 21 من الدستور، خاصة وأن في الدستور فما فصل 146 اللي الكل ينساه اليوم، اللي ينص بأن تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة. إذن أننا مطالبون اليوم بقراءة الفصل 46 بالرجوع إلى الفصل اللي هو أعلن أو أقر المبدأ العام الفصل 21 اللي يتعلق بالمساواة. لكن ألا ترين أن الفصل 34 الذي ينص على أن تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة كناخبة وليست كمشاركة في الانتخابات، كيف تعلقين على هذا الفصل؟ لا، لكن الفصل 34 اللي هو أمامي الآن لا مش كناخبة، حق الانتخاب والاقتراع والترشح. إذن المرأة كيف تكون عندما تكون تتمتع بحقها كناخبة بإمكانها أن تترشح للانتخابات، وهذا هو الأساس. لا يمكن أن نترشح للانتخابات لو كان نكون فقدين لصفة الناخبة. حيث فكرا يعني هذا صحيح، نجد السيدة إن القروي التي ستترشح في الانتخابات القادمة أنها تترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة أن الفصل يذكر طبعا اللي يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية يقول الفصل 74 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية منذ الولادة إلى آخره دين الإسلام. يعني الفصل أختي عندما نقرأ الفصل 34 والفصل 74 ممكن أن نستنتج أنه من حق النساء أن تترشح للانتخابات، ومهما كانت الانتخابات انتخابات رئاسية ولا تشريعية ولا جهوية ولا محلية، لأن النص فصل 34 يضيف البند الثاني اللي يقول تعمل الدولة
على ضمان الدم في بيت المرأة في المجالس المنتخبة. سيدة فضيلة العوالي، كيف تردين على هذا؟ وهل يمكن فعلا تطبيق القانون؟ نحن دائما نرى أن القوانين هي تكتب تدرس، لكن هل فعلا يكون تطبيقها فعلي؟ شكرا على السؤال، وخاصة بتذكير صفتي كنقابية. يعني من وقت وقع إدراج مجلة الأحوال الشخصية إلى يومنا هذا، القوانين موجودة في الجمهورية التونسية، لكن المشكل هو تفعيلها اجتماعيا. معناها التونسية منذ عقود لها حقوق، لكن هل تتمتع بها؟ وكان نرجع بيك للسؤال اللي طرحته، ليس هناك آليات تفعيل هذه القوانين. ما معناه أن المجتمع التونسي ليس في بعض الأحيان مؤهلا لتطبيق القوانين التي نجدها في مجلة الأحوال الشخصية أو في دستور البلاد التونسية. هذه النقطة الأولى. كان ننظر للمشهد السياسي والنقابي، وأنا كنقابية نرى اللي على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي هناك غياب تام للوجوه النسائية اللي هي موجودة. معناها في الاتحاد التونسي للشغل نستعرفوا اللي النقابيات معناها التواجد متاعهم والنضال متاعهم يساوي وفي بعض الأحيان يفوق النضال الرجال، لكن لا على النطاق السياسي ولا على النطاق النقابي ما نوجدها. شكرا لك. سيدة سلوى الشرفي، كمختصة في الأعلام والاتصال السياسي، كيف تعاقبين على كل من الإجابتين؟ وكيف ترين المشاركة السياسية للمرأة اليوم، حيث أن البرامج السياسية هي فعلا خالية من الوجوه النسائية؟ نعم، بالنسبة لما قالته الأستاذ القانون الأستاذة حفيظة شقير، نشكرها يعني على هذا التوضيح الدقيق، خاطر برشا ناس الدستور مازالوا مش فاهمينه بالكدا. طبعا هذا مكسب، ومكسب نعرفه كيفاش وصلنا له بفضل نضالات المجتمع المدني، خاصة الذين رابطوا أمام المجلس التأسيسي وطالبوا ما تعرفوا كل اللي وقع. لكن أنا دائما أعود إلى ماذا؟ رغم أهمية القانون، لأن القانون تجم تحتاج به أمام المحاكم، وهذا مهم جدا، وخاصة باش نعمله محكمة دستورية، بحيث لو صدر قانون معناه مخالف لهذه الأحكام ممكن نحيه ونلغيه. لكن القرار السياسي والتأويلات خاصة للإيديولوجية تبقى خائمة الذات، تبقى خطورتها موجودة. وهنا ديما نرجع نقول المجتمع المدني هو الحارس الحقيقي للدستور، صدقني أكثر حتى من المحكمة الدستورية. نعطيك أنا مثال بسيط، قالت أستاذتنا حفيظة شقير أنه الدستور يعني فما فصل يقول أنه يفسر بعضه ببعض. أنا نقول لك يعني أنت والإرادة وأنت والأغلبية الموجودة في المجالس النيابية، مثلا هناك من يمكن أن يفسر كل ما سمعناه في حق المرأة بالفصل الأول ويؤوله، ومدبية حتى الأستاذة حفيظة تزيد تعطينا يعني توضحنا، لأني أنا ما نعرفش كيف هي معناتها، هل يمكن ذلك أم لا؟ الفصل الأول اللي يقول الدولة التونسية دينها الإسلام، فيجيك في باسم هذية ويقول لك مثلا تعدد الزوجات الغينيه هو لا يجوز، إلغاء معناه ما هو حلال، تحريم ما هو حلال، وإلى آخره من الأشياء. خلي نكمل حاجة بالله لو تسمحين، مهم خطر نحب نسأل أنا حفيدة شقير السؤال الآخر، سمحني أنا وليت نسأل على خطر قد ما نحاول القانون نفهمه ونوضحه شوي.
وقت اللي الفصل اللي نحكي عليه المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون، أعتقد والأستاذة حفيظة نحب تزيد تفسرنا أن هذا الفصل كان موجود في صيغة مقتضبة اللي هي تقول المواطنون معناه كلهم سواسية، أي موجود، وكلمة مواطنون في اللغة العربية المذكر يفيد المؤنث أيضا تدخل فيه في اللغة العربية، وهذا موجود في كل الدساتير العربية والإسلامية. ورغم ذلك تبقى حقوق المرأة ما هيش موجودة، كل حق اللي هو ممكن يخالف ما جاء في الشريعة ما هوش موجود ورغم ذلك. يعني هل نستطيع أن نحتج بهذا الفصل أمام محكمة دستورية لي مثلا المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء إذن القانون الجائر هذاك اللي موجود في الأحوال الشخصية؟ سيدة سلوى، لقد ذكرت كلمة الإسلام. نعم. هل يعتبر الإسلام الدين يعني مكبلا لحرية المرأة؟ هنالك من يقول أن الإسلام هو الذي يحرم المرأة من حقوقها، يحرمها من حريتها، ليس لديها الحق ربما في التعليم كما يقولون الآن. فما نحبش نطول عليك في مسألة ما هو الإسلام بالضبط، يعني كنص منزل كما هو أو كما يقرأه يعني مختلف الأفراد، لكن ما نلاحظوا أنه طاهر الحديد زيتون يعني ثقافته إسلامية، ولكن هو اجتهد بالأساس على معناها عدل الدين الإسلام باش وخرجنا أشياء لتوا احنا ما عندناش، يعني ما هيش موجودة في القانون التونسي، حتى الميراث راه وكل جبد عليه. بورقيبة نفس الشيء، معناها اللي عملوا إلغاء تعدد الزوجات كان على أساس اجتهاد. أنا راني مذبية نحكي على الحقوق الكونية مذبية، لكن ما نجمش زادة نتجاهل، خاطر أنا نعمل السياسة ما نجمش نتجاهل الأصوات السياسية اللي هي تجي تقولك ما نجموش نجتهدوا في نصوص واضحة وكل منين جيبوا الكلام هذا. إذن المسألة مرتبطة راهي بعقلية وباجتهادات، ممكن أن الإسلام نخرج اللي نجتهد فيه وفي نصوص الواضحة، لأنه حتى ما يمنعني أنا ما قالش ربي ما تجتهدوش في نصوص الواضحة، هذا يجبوه الفقهاء، نجم نجتهد فيه حسب الأوضاع متاعنا ونخرج موازي للحقوق الكونية. ونجم أنا اليوم باسم الإسلام نرجع سوق الجواري والنخاسة على أساس الآية أو الآيتين 23 و24 من سورة النساء اللي فيها التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن أصل إلى والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني تجم تشري امرأة متزوجة وهي متزوجة أو أنت معناها توقعها ومن بعد تلقى حكي وعطي هنا أجورها هنا يعني بالأجر بالفلوس، هذا شنو مو دعارة ولا مش دعارة؟ وبعد ما حرزي العبيدي تدعي أنها ستساعد المومسات على الاندماج في المجتمع، أول حاجة يلزمها تقول هنا هل هذا النص الواضح يجب أن نراجعه أم لا؟ أما طالما ما رجعتوش، أنا نكلم فيها هي لأنها عندها إيديولوجيا إسلامية، طالما ما رجعتش النص هذا السيف المسلول على رقابنا كنساء وعلى بناتنا، ونذكرك اللي الشيخ محمد الأخ ولا يرحمه جاء في حملة انتخابية وهو رئيس قائمة النهضة سنة 89 وطالب باستعادة العبودية، فإذا عندنا سيوف مسلولة احنا على رقابنا. سيدي ذلك شبين، سأدعو لك السؤال مفتوح، ما هو رأيك في المرأة؟ رأيي في المرأة، والله أولا الساعة لست ماذا يمكن أن تقول عن المرأة؟ لست رجلا بين نساء ولكنني مثقف بين مثقفات. نعم. وهذه قضية المرأة في الواقع قضية مغلوطة من قديم الزمان تثار، والفصل بينها لا يمكن أن نتحدث عن المرأة هكذا بمفردها بمعزلا عن الرجل. المرأة والرجل يكونان المجتمع، ونتحدث عن إنسان كامل. أقول منذ أعماق الجاهلية إلى اليوم الصورة هي نفسها من أعماق الجاهلية إلى اليوم إلى القرن الحادي والعشرين. عندما نعود إلى الجاهلية نجد صورتين للمرأة، المرأة المتحررة الثائرة ليلى الأخيلية، والمرأة الخاضعة المستكينة، المرأة المشيئة التي ينظر إليها على أنها شيء ومتاع تابع للرجل. هذه الصورة تتواصل مع المتنبي في القرن الرابع عندما يقول المتنبي وهو بيت هام وخطير جدا، خطير بمعنى هام ليس بمعنى خطر، يقول يا أخت خير أخن يا بنت خير أبن، فقيمة المرأة تحدد بمدى انتمائها لأخيها ولأبيها أي للرجل، فهي تابعة. ثم تتواصل هذه الصورة في القرن
أول القرن 19 رفع رفعة الطهطاوي في ترخيص الإبريز عندما ذهب إلى فرنسا وحاول أن يعيد صورة المرأة من جديد وأن يحررها، ثم بيرم الخامس، ثم طاهر حداد، ثم قاسم أمين. لكن السؤال الذي يطرح، هل يحرر المرأة الرجل؟ لا يمكن، هذه قضية مغلوطة. المرأة اليوم يجب أن تحرر نفسها من الرجل في ذهنها. المرأة ليست في حاجة إلى أن يدافع عنها الرجل، المرأة تدافع عن نفسها بنفسها. المرأة يجب أن تخرج، يجب أن تفكك هذه الصورة للرجل في ذهنها. والدليل على ذلك، لعل البعض منكم يتذكر قصيدة أبي نواس، نضت عنها القميص لصب مائي فورد وجهها فرط الحياء. يعني المرأة قاعدة تعوم وحدها، هي فما حد، على مين شكون خايفة؟ خايفة من صورة الرجل في ذهنها. دونك هذه قضية مهمة جدا، لابد أن تحرر المرأة من هذه الصورة. ثم أطرح القضية في مع المسعدي مثلا. مع المسعدي الصورة، بقي المسعدي يتأرجح بين صورتين، المرأة المستكينة الخاضعة، وله لابد أن نعود إلى طبيعة علاقته مع لالة شريفة زوجته رحمه الله، وهي امرأة وهي من هي. ولكن عندما يقول في قولة تحدد هذه الصورة في ولو كتب الكتاب سنة 39 إلى 71 مثلا، حدث أبو هريرة عندما يقول: أو كلما تمرد الشيطان في إنسان، أو كلما تمرد الشيطان في إنسان قامت له امرأة النبي، أو كلما قامت في القلب أعصير جعلتها النساء خطوطا مستقيمة. هذه الصورة هي في الواقع تحدد قوة المرأة ويعني سيطرتها على الرجل. ولكن المرأة لا يمكن أن تكون ورقية في الدساتير وفي القوانين، يجب أن نحرر المرأة في الواقع وفي الفعل البشري، لا في النصوص وفي يعني الجرائد والمجلات والكتب. شكرا لك سيد رضا. أعتقد أنه اليوم جئنا لهذه الحصة للحديث حول حقوق النساء في الدستور ووضع النساء القانوني وليس المسائل الأخرى. يعني بدأنا نتحدث عن حقوق المرأة وسرعان ما أصبحنا نتحدث عن الدين. لابد أن نؤكد وأؤكد من جديد أن الدين هو ليس مصدر القانون. الدين في الدستور ما هوش شريعة، الدين هو كما جاء في الفصل الأول من الدستور، وكما قالت الأستاذة من ضحين الفصل الأول. أنا أعتقد أنه هو موضوع قراءات وتأويلات مختلفة. الفصل الأول هو الفصل الأول اللي كان هو نفس الفصل اللي كان في دستور غرب جوان 1959. كلنا نعلم أنه هذا الفصل هو محل توافقات، وهذا الفصل باعتباره محل توافقات هو كذلك محل تأويلات مختلفة. الفصل الأول يقول كما جاء في الدستور الحالي: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. أتساءل ما هو الإسلام؟ هل هو دين الدولة أو دين البلد، دين تونس يعني دين الشعب؟ هنا فما تأويلات مختلفة. فما البعض يعتبر أن الإسلام هو دين الدولة كما جاء في مشروع دستور غرض جوان 2013، بما أنه الفصل 141 من دستور غرض جوان أقر أنه لا يمكن تعديل الدستور بما في الفصل الأول باعتبار الإسلام دين الدولة. وفما ناس تعتبر أنه الإسلام هو دين الشعب التونسي، وبإمكان الشعب التونسي أن يمارس الدين الإسلامي أو أن يعتنق ديانات أخرى. لكن الحاجة المهمة اللي هي غايبة في الدستور هو أنه خلافا لما هو موجود في بعض الدساتير العربية الأخرى والإسلامية، الشريعة هي ليست المصدر الأساسي للتشريع. فبالتالي أنا دائما أشارك في العديد من الندوات، والناس عندما نتحدث عن حقوق النساء نرجع للإسلام وكأنه الإسلام هي العائق الأساسي في تطوير حقوق النساء أو في النهوض بحقوق النساء. أنا لا أعتقد أن الإسلام هو العائق الأساسي، أن توظيف الإسلام، التوظيف الديني للإسلام هو اللي يؤدي إلى تقييد حقوق الإنسان وبما فيه حقوق النساء. التوظيف الديني للإسلام هو اللي أدى إلى ظهور هذا التباين بين عالمية حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية. أنا أعتقد
أنه الخصوصيات الثقافية وهي بالأساس الخصوصيات الدينية التي تستند عليها بعض الحكومات العربية تستعمل لتقييد حقوق الإنسان. والحال أن حقوق الإنسان في كل العالم هي حقوق تقوم على الكرامة الإنسانية، على احترام إنسانية الإنسان، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا، لأنه احترام إنسانية الإنسان تفترض احترام وحدة الحقوق في كل المجالات. وهذا طبعا أهم جدا، وحبيت نعمل التوضيح هذا، لأنه في النظامات في الأنظمة العربية اللي هي أنظمة يسود فيها التمييز المسلط على النساء، اللي هي أنظمة تغيب فيها المساواة، نعتمد على الإسلام لإعطاء شرعية للنظام الأبوي القائم على دنيا النساء. الآن سنجهد هذا الفيديو المصور. تعيد المرأة في تونس نتصور هي خطر المرأة التونسية ذكية وتخدم مخها، منين تلقى الجو تمشي معاه، معناتها نتصورش المرأة التونسية ضيع، ممكن شوية هكا المرأة الريفية اللي البرة ممكن ما تلقاش روحها، ما اللي وسط المدينة الكل أمورهم لباس مهما كان الظرف، نتصور هكا. بالنسبة للمرأة التونسية أنا نعتقد اللي فما مكسب كبير ياسر تحقق، اللي هو التنصيص على جملة من الحقوق في الدستور، وهذه معناها يعتبر من الأشياء الأساسية اللي معناها عارك من أجل المجتمع المدني والمرأة التونسية بصفة عامة. في فترة الثورة الحقيقة يعني كانت تتصورنا مخاوف كبيرة برشا، لأنه مرحلة انتقالية صعبة، كانت بعض الأطراف تحاول أنه تدفع في اتجاه التخلي على الحقوق المرأة التونسية، على بناء مجتمع مختلف اللي احنا منحبوش كتوانسة، ومعناها المنعش يعني أن المرأة التونسية كانت في الصفوف الأمامية، يعني في معركة الدفاع عن الحرية، عن حريتها هي، عن حريات الأساسية للمجتمع التونسي. أعتقد أنه الحراك في الحراك السياسي والحراك المجتمعي المرأة التونسية كانت حاضرة بقوة، وهذا يحسب لها وليس غريب، لأنه هناك مكتسبات تراكمت على مر العشريات الأخيرة اللي خلت المرأة تتبو الموقع هذا وتقوم به الدور الريادي هذا. المرأة التونسية مكانتها موجودة ما قبل الثورة، مش طويلة باش نجيو نفهموا المكانة نتاعها، لكن تقول بعد الثورة صورة المرأة التونسية اهتزت، يعني ولا فما برشا مماسة، فما فخر، فما قمع لحرية المرأة، فما زادة نجم نقولوا فهمنا الحرية بصنص غالط لكون فما تسيب بصورة تطيح من قيمة المرأة التونسية. ولكن الحمد لله اللي مكانت المرأة التونسية مكانة، عندها مكانة وعندها حدوث في المجتمع التونسي، ونتمنى انه نحافظوا عليها ونزيدوا ندعموها. بالنسبة لوضعية المرأة في تونس انا نشوف معناتها البسي كمعناتها مؤسسة صغيرة، لكن كلها طلبة، كلها نساء، كلها بنات، معناتها المرأة مثل وجودها في في في, في الحقل المعرفي، في التعليم، في الحياة، فهمت كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكرهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. المرأة التونسية الحقيقة معناها فما عاشت تحولات كبيرة يعني بعد الثورة، هي مش كان المرأة يعني رجل وشباب والناس كل يعني عشنا تحولات على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي بصفة خاصة، فهمتني؟ وهذا أكيد أنه خلى ربما المرأة التونسية وصلت في بعض الأحيان يعني كادت أن تفقد الثقة نوعا ما يعني في كل المكتسبات اللي صارت تقبل في وقت من الأوقات، لكن هناك يعني هناك وقفة حازمة، هناك مجتمع مدني اللي خدم وخلى يعني المرأة التونسية تسترجع يعني مكانتها وثقتها في نفسها خاصة، فهمتني؟ وهذا معناه يدل وإنه المرأة التونسية مهما تكون هي مرأة يعني عندها القدرة وعندها ثقة بالنفس وعندها يعني مستوى معين اللي تخليها ربما تتحدى وتتواصل كما يقول لاباتاي يعني المعركة يعني ضد كل ما هو ممكن ان يمس بحريتها، يمس ب يعني الحقوق خاصه يعني حقوق من حقوقها الاجتماعيه وحقوقها القانونيه. نتمنى لها كل خير ونتمنى لها ديما فيما احسن، خاطر انا امراه.
بعد مشاهدة هذا التقرير سؤال إلى السيدة فضيلة، لم تتمتع المرأة التونسية قبل وبعد الثورة بالفضاء العمومي أو بالأحرى بالحرية الشخصية، إلى ما يعود ذلك؟ هل إلى الحكم السائد أم إلى العادات والتقاليد الموروثة التي نسميها المكبلة لحرية المرأة؟ توكي ننظر للمجتمع، نخرج للشارع نشوف إلا الفضاء العام من مقاهي وحتى الشارع في أوقات تقول أنت معناها من الزمن تكون حكرا على الرجل. علاش هذايا ما يرجعش للقوانين؟ أنا مش ندور بالدستور وفي الشارع ونقول راني عندي الحق كمواطنة في الفضاء العام. هذايا يرجع إلى تفعيل القوانين، معناها وقت اللي العقلية تتبدل، وقت اللي ندخل المقهى ولا ينظر إلي كإنسان شاذ شنو نعمل، ما يقولوش وقت اللي راجل يدخل باش ياخذ قهوة اش يعمل في قهوة، ما يقولوش ياخذ في قهوة. مرأة تدخل باش تاخذ قهوة في قهوة ولا تدخل في غيستوران باش تفطر يقولوا اش تعمل. دونك معناها هي حاجتين، عدم تفعيل القوانين في المجتمع وعقلية توارثناها. ونحب نذكر اللي للفضاءات الثقافية والسياسية والنقابية نلقى في الاجتماعات، نحضر مع الطلبة نلقى اللي أكثرهم ذكورة كل 20% يوليو هما 80%. ولهذا احنا داخل الفضاء الجامعي اللي هو الاسباس كوما للولاد والبنات واللي هما أكثر عدد نلقاو النسبة تنقلب وقت اللي يولي فما ولهذا فما افكتيفما ثورة ثقافية يلزمها طاقة، يلزم الإنسان كل إنسان في موقعه. ما نقولش المرأة راهو معناها الطاهر الحداد ما هوش غالط وقت اللي نص على ضرورة تحرير المرأة لتحرير المجتمع. لا يمكن أن يكون لنا مجتمع ديمقراطي معناها فيه مساواة ما دمنا ما لا نعترف بالمساواة بين المواطن والمواطنة. سيدة سلوى، عندما نشاهد السيدة وزيرة السابقة لوزيرة المرأة في برنامج وممثلة تقول لها لا أستطيع أن أقيمك، يعني تقييمك هو تحت الصفر، أنا لا أرى أن هذا إشكالا. يعني يعد أولا أن وزيرة تتفوه بكلام يعني غير لائق، يعني فما برشا وزارات زادة غير الشابي قالت لها أقيمك تحت الصفر. إيه فما شكون زادة يتفوه، يعني مشكلة مش مشكلة مرأة وراجل راو في هذية نغلطوا. هذيك هو تنميط، أنه كل ما يصدر عن مواطن هو مرأة قطر نجم نقول هكا معناها يصدر من سلبي يحطوه على المرأة، وكل ما يصدر عن مواطن راجل هذيك ما نراوهش. معناها ما رأيك في أن يكون وزير المرأة هو رجل وفي نفس الوقت يقولون وزير الشباب والرياضة؟ بالعكس أنا أحبذ أنه هذيك تعمل نوع من الشوك سالوتير، أني رأي قضايا المرأة ما هيش بالضرورة هي قضايا متاع المرأة، رأي قضايا المجتمع. لكن اللي حز فيها هذا اللي قلقني، أنه نلقاو زوج وزراء نسية على مثلا 15 وزير، ها هو صحيح فهمتني، وعمرنا وقت اللي تناقشوا في مسألة رئيس الحكومة، ليجي دي كم ساعة معناها رئيس الحكومة، وقت تناقشوا في مسألة رئيس الحكومة عمرنا ولا سمعنا قالوا رئيسة حكومة ديما في المذكر، وقت اللي يقولوا هكا هاوكا رئيس الدولة رئيس توا زاد كيف قاعدين يتكلموا ديما نراو اربع رجال متقدمين اتسيتيرا. هذه هي النمطيه اللي نحن نحكيوا عليه واللي قاعده تتكرس، واللي انا نحب نقوله كاعلاميه اني راي غلطه الاعلام، راهو الاعلام وانا نطلب منها الهايكه انها تدرج يعني من بين اهتماماتها مش فقط المس من الاخلاقيات العامه وكذا، راهو المس من مواطن بسبب جنسه والحط من كرامته يستوجب العقاب، يستوجب ويجب ان نناضل من اجل تجريم معناها هذه الاقوال في القانون
نعم هو عنف اللي يؤدي للعنف المادي، خاطر الحرب أولها كلام كما يقول ابن سيار. معناتها احنا لازم نناضلوا في المنظمات المدنية، راهي هي صحيح نقولك حاجة، الأحزاب وغيره هذيك التاجر وقت الانتخابات لا تعرف المرأة لا راجل، فهمتني؟ ما يهمنيش فيهم، أنا ما نحكيش على الأحزاب بالضبط، ما عندهم لا دين ولا ملة، أنا نسميهم هكا تفرجوا توا في التحالفات الغريبة والعجيبة. يضعون الاستقلالية تاجا لهم. يا بنتي المسألة انتخابية بحتة، سنغينا فواغ سي دي سوسي معناها إلكتورو أون لي كوني. أنا المجتمع المدني هو اللي يلزم يناضل من أجل تطوير القوانين ونجرموا الحكاية هذه. الهايكة يلزمها وهاوكا فيها نساء قضاة ومرأة قانونية وكل يوليوا البرامج اللي موجود فيها المس من كرامة المرأة تتعاقب، وهذه خدمة المجتمع المدني. أنه مثلا في المغرب اللي هما سبقونا في الهايكة، هي عندها اسم آخر مش بعيد على هذا، المنظمات اللي هي تقدم الشكايات للهايكة راهي قدم الشكايات على الببليسيتي ديك اللي يهين فيها تهين فيها المرأة بجسدها العاري ويسلعوا في المرأة وكل ذيك، راهو كل شهر تقريبا فما شكاية تتقدم، ويزمنا هذا اللي نقوموا به. ويزمنا احنا حتى على الفيسبوك، شو الفيسبوك اللي مستعملينه مع الأسف للمس من أعراض الناس، لو كان نجي ونتلم ونعملوه مرصد كل ليلة نقولوا هاو الأغلاط اللي في التلفزيون، ما فيه شيء كلمتين نحطوها، هاو أهينوا المرأة، هاو اهينوا شخص اسود البشرة، او فوقع كذا، او ستة رجال في البلاتو، والله حتى ذيك عنده خير مك التنبير اللي قاعدين نشوفه فيه نار كل فيرغ معناه. نعم. فصل اشهرية قصير ونعود الى الحوار. بليز تايم ثانك يو. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. الجزء الثاني من البرنامج، حيث نستقبل السيدة آمنة قرمازي اختصاصية في علم النفس السريري. أهلا بك سيدة آمنة. سنشاهد الآن مرآة الصحافة مع مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في لقاء جديد مع فقرتنا مرآة الصحافة، والتي اخترنا لكم مجموعة من المقالات حول المرأة بعد الثورة. ستكون البداية مع جريدة الشروق في مقال بعنوان اليوم العالمي للمرأة، قيادات تونسية أنقذنا تونس بعد الثورة. أين قالت؟ كنا حريرات بقوة في المظاهرات والحوارات الوطنية والنقاشات، وقد تصدينا لكل المخاطر التي تهدد مكاسبهن ومكاسب البلاد، وكلما من شأنه أن يضرب هوية ونمط عيش التونسي، كلما زادت القدم وحادة البلاد على الطريق نحو الديمقراطية وبر الأمان. قامت نساء تونس بتصويب المسار، فقد كانت مساهمتهن فاعلة ومؤثرة لإخراج تونس من مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مرت بها إلى حد الآن، وما زال عطاؤهن مستمرا إلى براعي الانتخابات القادمة. وفي جريدة المغرب جاء المقال بعنوان مناسبة اليوم العالمي للمرأة، متى تتحقق العدالة الثقافية بين الرجل والمرأة؟ برأيك أن هذا المصطلح لا يفسد صورة المرأة في المجتمع، فأنت قلت أن المرأة هي مجعولة للسرير. ليه هو دعم قتلك هو عسان تكره شيئا، يعني هو ردها كاريكاتير باش الناس وعات وعات، يعني تجمش تتصور يعملوا جهاد دي كحل رجال مثلا. هو ممكن، علش ليه؟ هو فم عبيد يحبوا الغلمان، موجود في التاريخ، مؤسسة غلمان كاملة موجودة. أنت ضد ذهاب التونسيات إلى سوريا للجهاد؟ أولاً يعني مش أنا ضد ذهاب التونسيين والتونسيات للجهاد في سوريا، لأنه الأمر هناك يعني غائم، ومانيش فاهمين توهنا قابلين التوانسة اللي جهدوا في فلسطين، فهمتني؟
أنا ما نحكمش في إرادة الإنسان، ما نحكمش، المهم أنه ما يخالفش القانون، وإذا خالف القانون يتفهم هو القضاء. لكن هذه بالذات يعني الوضع غائم، وأنا نفهم شيئا، حتى رجال راهم يسخفوا، راهم يهزوا في أي معنى، يهزوا فيهم يغروا بهم، ما يعرفوش رواحهم قاعدين يخدموا في شكون، في شكون يخدموا يعني. تتوى هي ما تركيا ومعها الإسلامي، هذه من كلها مصلحة إسرائيل يا أخي. تركيا ما عندهاش سفارة تل أبيب في أنقرة، ما عندها ولا ليه؟ لو كان جات هذية موجودة في أي دولة عربية راهم شنعوا بها، فهمتني؟ ها تركيا توا يوري فيها هي المثال وكذا، هي راهي ما تنسيش اللي هي معناها مطبعة مع إسرائيل، واللي عندها السفارة غادي، واللي الأسطول الأمريكي في بحر مرمرة، واللي هذاك الكل ما نراوهش احنا، نراو أنه جيد. فإذا هناك أشياء غريبة معناها، وما منش فاهمين الناس هذوما يمشيوا يجاهدوا لمصلحة أمريكا أو مصلحة صهاينة أو لمن. رأينا جنودا يعني مجاهدين بين معاقفين مجروحين في الجولان، في مستشفى في الجولان، يزورهم بنيامين نتنياهو ويداويو فيهم إسرائيليين. سؤال حسنا السيد رضا، كيف تعاقب على كلام جهاد النكاح هذي؟ أنا أضعه في سياق موقف كاميرا. نعم، هو تصريف لسلوك غير نكاح، وهي صورة قديمة. أي. في كتاب مسكوي تطهير الأعراض وتهذيب الأخلاق يتحدث على جمع فتيات القرطبيات لل 27 في رمضان، ويصحنا ويصيح الواحد بكم هذه لليلة. هذا موقف قديم، نفس الصورة هذه. دونك تأتي في إطار سياق ديني أو في سياق، أنا في الواقع كما قالت الأخت سلوى، هذه أشياء تتطلب الدقة والوضوح، ليست المسألة مسألة سياسية. نحن غير متأكدين من هذا. طبعا الإنسان النزيه، الإنسان ذو العقل الحصيف، لا يتكلم إلا فيما يعلم. حسنا السيدة أملة، كمختصة في علم النفس، كيف ترين هذا الموقف؟ يعني نساء يذهبن إلى جهاد النكاح، يعني هو موافقين على الذهاب إلى سوريا وللجهاد، وعندما يعدنا يعني كيف تقرأين نفسية المرأة التونسية عند الذهاب إلى الجهاد؟ المرأة العربية نوافق سيدة سلوى الشرفي وسيد رضا، قالوا لي هم الجهاد النكاح سي اون كونتينيتي نتاع عقليه ونتاع ثقافه احنا معناها كنا عشنا بها، اللي المراه ديما هي سي ان اوبجي دو بليزير، سي ان اوبجي سيكسويل، الي فيت معناها بور لا سيكسواليتي، باش تكنس وتمسح ايتو بور باش تربي صغار، سي اونيكمون هذاك الغول نتاعها حسب الثقافه نتاعنا. بقى الجهاد النكاح يخص فئة معينة، معناها فئة معينة من النساء، ما يخصش النساء الكل. النفسية متاع المرأة اللي تمشي في جهاد النكاح، أول حاجة الفئة المستهدفة هي الفئة الغير متعلمة، معناها الأميات. الأميات، وفما فئة مثقفة زيادة، الفئة المثقفة اللي تكون الشخصية متاعهم هشة وضعيفة، معناها قابلة للمانيبولي، معناها يجي مثلا ينجم يأثر عليها بأفكار دينية، وإلا ما نعرفش شنو الأفكار اللي أثر عليها بها التأثير يأثر عليها يخليها تمشي جيد. برأيك ما هي الوسائل التي يتم اعتمادها في التأثير على المرأة للذهاب إلى جهاد النكاح؟ هناك عدة وسائل يتم فيها التأثير، هي الوسائل المتعدة. أولا أنا بالنسبة لي أنا هو نوع من أنواع العنف، يعني نوع من أنواع العنف، حتى كان يكونش عنف مادي، عنف نفسي تجاه المرأة. نعم، ولكن في بعض الأحيان هناك من تأتي وتسرد حكايتها وأنها ذهبت من تلقاء نفسها للجهاد. هي كما قلت لك من بكري، هي شخصية هشة، تكون معناها شخصية هشة قابلة لأي معناها نوع من لأي نوع من أنواع العنف، لأي نوع من أنواع العنف وغسيل الدماغ. دونك باش يجي هو يأثر عليها
ويصور لها الجانب الإيجابي متاع العملية اللي باش تقوم بها هي فهمتني، ويعطيها براهين دينية وبراهين سياسية وبراهين خاصة الدينية التي تم عدة براهين يعني عدة حجج وبراهين تولي تقتنع بالذهاب إلى هناك. بالذهاب إلى هناك. أنت سيدة فضيلة كيف تعاقبين على هذا الموضوع؟ اولا نحب نقول اللي وقت اللي طلعت الحكايه هذه في وسائل الاعلام كان اولا كانت صدمه بالنسبه لي كمواطنه تونسيه، خاصه ان هذا الخبر تداولته وسائل الاعلام الدوليه، وكان معناها التونسيه اللي كانت في موقع الاكسبسيون في العالم العربي بثقافتها وكسينمائية كأستاذة كوزيرة كربة بيت كطبيبة كإكسيتيرا، وليت تقول أنت الصورة متاحة تقلصت في صورة جهاد النكاح. الحاجة الثانية هذا انا نجم نقول اللي سيتون مانيبيولاسيون باش نشوهوا صوره المراه التونسيه اللي كانت احببنا ام كرهنا صوره ايجابيه في العالم العربي وفي العالم الغربي. لكن هو زاد ظهر لنا حاجه ان نوافق فيها السيده سلوى شرفي، هي ظهرت ما نسميه لغفولي المسكوت عنه في المجتمع متاعنا. احنا ديما نرجعوا لصورة المرأة الأم، سي ليماج بوزيتيف متاع المرأة هي الأم، وكل ما خالف ذلك فهو نوعا من الذعارة، وهذا ما يجب أن نرفضه. وكان على وسائل الإعلام اللي جابونا الخبر هذاك يعملوا حوارات باش يظهروا خطورة هذه الصورة الشنيعة للمرأة التونسية اللي هم روجوها وروجوها وسائل الإعلام الأخرى. شكرا لك سيدة فضيلة. الآن سنشاهد هذا الفيديو. المشكلة للجمهور المرأة بعد الثورة شو تتحقق مازال العنف ومازال يعني حقوق برشا حقوق المرأة ما تحققتش. بالنسبة لتعرض المرأة للعنف لاحظوا اللي فما عمليات قاعدة تصير كما الاغتصاب كما التحرش في الشوارع قاعدة تزيد، ربما اللي مربوطة بحكاية تطور العنف في الشارع التونسي. المرأة التونسية بعد الثورة معناها حقوقها اللي كانت مسلوبة منها في الوقت بن علي معناها تسمى رجعت لها بطريقة نسبية بالطبيعة باش نقولوا، خاطر لليوم معناها في القانون نلقاو التشريعات معناها تعطيها حقوقها في كل شيء، معناها حقوقها الكل مضمونة في القوانين، أما في الواقع كيفاش باش تتجسد لا، نلقاو المرأة مازالت معناها تغتصب وما تاخذش حقها، نلقاو المرأة معناها ديما منتخبة حقوقها الهرس لها. كل شيء جميع أنواع الاعتداءات مازالت المرأة تتعرض لها لليوم، والمنظمات والواحد ماهوش قاعدين معناها يتحركوا كما يجب، ماهوش قاعدين يدخلوا لها حقوقها. لكم الآن مع سؤال في الجمهور. والسؤال أما تدخل فيما يخص جهاد النكاح، جهاد النكاح معناتها مصطلح أو مفهوم وقع الترويج له في البداية كفتوى، برشا ناس المرة الأولى كذبت اللي ما فماش جهاد نكاح وكل، أما فيما بعد كي رجعوا تونسيات معناتها حبالة ومرضى معناتها برشا أمراض، والوحدة منهم معناتها كي تحكي لك قصتها يتراودوا عليها 10 ولا 15 من راجل، معناتها أوضحت الصورة وظهرت الحقيقة. جهاد النكاح معناتها هو بدعة، المرأة معناتها شهدناها المرأة الثورية معناتها المرأة اللي تجاهد معناتها بسلاح،
المراه معناتها هي دليل المغربي، هي جميله بوحيرد اللي اللي معناتها اللي حملت السلاح في وجهه في وجه العدو، مش المراه اللي ماشيه تجاهد في النكاح واللي يتراودوا عليها معناتها رجال. وهذا معناتها يروج لثقافة السرير وثقافة المرأة السلعة، معناتها ثقافة الجنس اللي ديما المرأة معناتها بالنسبة للراجل هي جسد، برشا رجال هي جسد هي جنس لا أكثر، مش المرأة الفكرة. هذا اش حبيت نقول؟ تعقيب على كلمة جهاد النكاح، الأفضل أن نقول فساد النكاح أو الزنا، لأنه هذا لا يدخل في باب الجهاد هذا العمل، ولكن في الفساد والزنا ما حاولوا باش يشوهوا المرأة التونسية بالأساس، وبدعاية إعلامية بأجندات خارجية أو داخلية. نتصور هالعمل هذايا نتاع نساء مستنسين بالعمل الدعارة مشيو باش يخدموا على رواحهم كما كانوا يخدموا هوني في تونس، وللأسف الشديد هذا بينا إن شاء الله تكون صورة المرأة ديما إيجابية في العالم الكل، وتبقى المرأة تبقى المرأة عندها دور كبير في العالم الكل. لك أن تردي على هذا سيدة آمنة كاختصاصية في النفس. الناحية النفسية المعنف معناها اللي باش يقوم بالاغتصاب مش باش يجي يغتصب معناها نابورت كي كما يقولوا، معناها عنده الفريسة نتاعو. نحن نتحدث فقط عن الزيادات بعد الثورة في النسبة، هو الزيادات ما باش نفسر من الناحية النفسية معناها اللي جست نعم السيب نتاعو باش تكون معناها الشخصية كما يقولوا الضعيفة، الشخصية اللي مهيئة انها تتقبل العنف، والشخصية اللي تتقبل العنف اللي تكون عايشة في محيط أسري معناها ديجا يكون ممارس فيه العنف. الثقافة هذيك تكتسبها ساعات حتى على الأم تعدي الثقافة هذيك لبنتها، الأم اللي تقبل انها تعنف من طرف زوجها إل ترانزمي في التربية نتاعها البنتها اللي هي تنجم تقبل الإهانة وتقبل التعنيف وتقبل الضرب وتقبل الاغتصاب وتقبل برشا حاجات. وسا ديبان زادا كيفاش تكون علاقة الأب والأم ساعات في الدار، دونك تكون هي بيدها الضحية متاع الاغتصاب تكون عندها معناها انتيغان فافورابل معناها بوغ اتر حسن. سيدة سيدة سلوى، يعني بعد هذه الزيادات بعد هذه الزيادات في الاغتصاب لا أحد يتكلم عن هذا، عن حق المرأة. نحن نتكلم عن حقوقها ونحن نراها تغتصب، ولا نتكلم عن هذه الزيادات التي زادت في الاغتصاب بعد الثورة. يعني هي تغتصب، حتى نوعية الاغتصاب يعني هنالك حتى نوعية عنف، هنالك العنف الرمزي العنف المادي، هنالك أيضا الاغتصاب، ولا نتكلم عنه اليوم وحقوق المرأة تضيع. شوف بالنسبة لي نقف ساعة في مسألة الزيادة في نسبة الاغتصاب وكأنه بديهي، الكلام هذا ما هوش بديهي، راهو أنا شخصيا ما ريتش حتى جدول مقارن يقول لي أهو هذا. ربما لو كانت هنالك إحصائيات، لكن موجودة 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 هنالك صحف كتبت عن هذه الأمور وأن النسب في تزايد. لا لا مش صحيح، أنا ما نتصورش. على كل حال ربما حتى بالأرقام فما سبب يظهر أنه تزايد، أنه الآن ما عادش ممنوع باش نحكيه على الاغتصاب. أنا أقولك أنا كنت إعلامية، ومن بين المواضيع المحظورة في عهد بن علي، خاطر يحب ديما العصافير تزغزغ في كل شيء، يقول ديما نقصوا علينا من هالاغتصاب، نقصوا علينا من العنف. نعم. فما أرقام كانت ما تخبى في الأدراج، هذه معروفة توا. اسأل الجمعيات اللي كيما جمعية نساء ديمقراطيات خاطر لاهين بالمسألة هذه، ويقولوا لك كيفاش الأرقام يهزوهم لوزارة المرأة ويخبيهم. أنا ما نعتقدش أنه فما زيادة هذه، ما نعرفش، لازم تجيب لي أنا تثبت لي الكلام هذا. أنا اللي نعرف أنه في العالم أجمع ظاهرة الاغتصاب موجود. نعم هي موجودة، لكن عندما نقول أنها في ازدياد، أنا قلت يعني لك مانيش ما هذه ما فماش منها. نعم. في ازدياد ما فماش منها. فما حرية تعبير سمحت بفضح المستور، هذا هو الكلام. الانفلات ليه هو يلزمه هذا يتقال خطر؟ كانت مسكوت عنها صحيت، كانت مسكوت عنها قبل زيدا، كانت ربما المرأة اللي تعرض للاغتصاب ما تتكلمش، ما عندهاش الشجاعة، وهذه زيدا في العالم مجمع والجمعية ما تعرفش حتى كنت تواجه اليوم الجمعيات، بما أنه فما حرية
اصبحوا يقنعوها باش تتكلم وباش تقدم قضيه. دونك انا نقول لك خليك من مساله الزيادات هذه، انا شخصيا لا اؤمن بها. انا اللي نعرف انه مساله اغتصاب المراه موجود وفي العالم اجمع ومن طول الدنيا، وهو مرتبط بالصوره النمطيه المعهوده انه الرجل اللي هو معناها كيفاش نقولوا صيد، فهمت، والمراه مجعوله للنكاح فقط. فانه يجي نقز عليها يا اخي فما امام هذه في استراليا امراض نفسيه هي في العالم، امام طبعا معناه مسلم من اصل عربي، قال لهم راه وصل رد الضحيه جليت، قال لهم يا اخي انا نبدا جيعان ونلقى قد ما خبز في الشارع باش نسلم فيها. هذا قصده انه وين يلقى براكه في مصر. نجم نقول لك 99% من النساء محجبات، ولكن نسبة الاغتصاب والتحرش الجنسي ما تصوروش في بالك. يعني المسألة اللي هي مرتبطة لا باللباس ولا بالتبرج ولا بأي شيء، مرتبطة بالجنس فقط. هذا راجل وهذه امرأة، دوب ما يلقاها في تركينة ينقز عليه. يعني عندما يرى امرأة منقبة ولا تنقز عليه مدام ولا تنقز عليه. ليه انا ما سمعتش مرأة اغتصبت راجل؟ انا ما في باليش. انت كيفاش شفت؟ لا شفت هي هي لا اغتصاب الظاهري يعني. على ذكر الاغتصاب على ذكر الاغتصاب على ذكر هو الاغتصاب ينجم يكون حتى في بين الزوج وزوجته. اي حتى بين حتى بين الزوج وزوجته الاغتصاب، مش في الشيء هذا. القرن الخامس والسادس ما كانش شعراء يتغزلوا بالملوك. اي مشكون نحكي يعني السيده سلوى الشرفي لا تؤمن بمساله الزياده في الاغتصاب بعد الثوره. من يؤمن في هذه الزياده في الناحيه الاخرى منكم سيده فاطمه سيد رضا؟ انا ما عنديش احصائيات لكن تؤمنين بس. لكن ظاهريا هناك انفلات امني جعل المغتصب يحس انه يفلت من قبضه القانون. خاطر لازمنا نفرقوا ما بين الاغتصاب كمشكل قضائي يعاقب عليه القانون، والاغتصاب في مفهومه الاجتماعي. لأن المرأة في المجتمع العربي الإسلامي ولكن حتى في المجتمع الغربي كثيرا ما تسكت على الاغتصاب، لأن في العقلية الاجتماعية هي مذنبة. On va considérer qu'elle est partiellement responsable من المشكل نتاعها. هذا اللي قلت الضحية تولي هي جلية. ولهذا اليوم ما نقولوش تضخم المشكل، لكن اطفاء معناها ظهر أكثر، لأن وسائل الإعلام أصبحت معناها تتكلم على المشكل هذا. ويا حبذا وكان مش تتكلم عليه، لكن نحاولوا نجيبوا علماء النفس باش يحاولوا يفهموا الجمهور شنو ما المشاكل اللي تتكون. سأعطيك الكلمة سيدة ريفا والسيدة فضيلة، لكن بعد مشاهدة هذه الصورة بدي أنا نحب نعلق عليها. الأول علاش خلي هو أمينة تنقلكم علاش. أيوه أولاً أمينة دي أنا نعرفها شخصياً لأني قريتها نعم وكانت نحبش نحكي برشا جزئيات خاصة، ولكن فوجئت فيما بعد بهذا السلوك. يعني قعدت شهرين تقريب باش نستوعب الصورة متاعها، لأنها كانت فتاة رصينة عاقلة الكلام ما تنطقوش، حتى نقول لها تراه قول صباح الخير قول كذا ما تكلمش، فجأة تتغير. هنا ديما لابد من الأسباب، ديما نرجع للدواعي والعوامل. كيما بكري معنا اسمه جهاد النكاح والاغتصاب، فلابد هنا من أن نبحث في هذا التحول الطارئ. فتاة يعني حولت من تونس لتدرس في زغوان بياتة دارهم حولوه، وفجأة يعني في قليل من الوقت يعني تتحول هذا التحول أن يظهر لي هناك أشياء خارجة عنها. قد يكون الكبت الذي سلط والضغط الذي سلط من العائلة، ونعرف أمها بالضبط وأبوها معناه، وكذلك
لعل أطراف أخرى أنا في الواقع أجهلها. ألم تكن يوما منخرطة في جمعية نسائية أو تقوم بالدفاع عن المرأة أو لديها حب شديد للمرأة؟ شوف المرأة من القهر الذي عاشته عبر الزمن كلما وجدت مجالا فضاء للحرية إلا وأبدعت فيه. هذا ما رأيك سيدة فضيلة في تعقيبا لكلام سيد ريفا؟ أولا أنا ما نتكلمش على خاصة تعليقك على هذه الصورة. على هذه الصورة هي سيت فينومين عالمي ومعناها نوع جديد من التعبير النسائي. شخصيا لا أجد فيه فائدة كبيرة للنساء لأنه تعميق للصورة التقليدية أن المرأة جسد وتحاول فرض نفسها بجسدها، ونحن نريدها أن تكون مواطنة وليس أن تفرض وجودها ونضالها بجسدها. نعم، يعني هذه الصورة ساهمت في تشويه صورة المرأة خاصة التونسية. خاصة ما نقولش تشويه، لكن نوعا ما حادت عن الصورة التي نريد إرسائها للمرأة التونسية اللي هي مناضلة في كل حقول المعرفة وتريد جوستومون باش تبدل صورة المرأة. سيدة أمنة، ألا ترين تصرف أمينة فيمن يرجع إلى تصرف نفسي ربما، أم يعني تصرف غير عقلاني وغير عادي؟ أكيد أكيد هو باش يكون أسباب نفسية. أسباب نفسية باهي أنا حسب مريت معني سيت اون ديفياسيون بارابور او نورم سوسيال، يعني هي عملت اون نورم بروبر تاعها هي وحدها. فما دي نورم في المجتمع، كل مجتمع عنده لي نورم نتاعو اللي ضوابط العربي النواميس اللي يجي نتقيدوا بها. فما لا نوسيون دو نورماليتي تختلف من شخص الى اخر، لكن معناها الاختلاف مش باش يكون معناها كلي ب 360 دغري ولا 180 دغري، معناها اختلاف طفيف من شخص الى اخر. هي كانت في وضعيه عملت ديفياسيون للوضعية المضادة تماما معناها. وكما قال الأستاذ رضا معناها الفولي أتيري لاتونسيون، تحب تلفت النظر، تحب تلفت النظر متاع أشخاص معينين، فما ميساج تحب توصله، فما حالة نفسية أكيد عاشتها، فما ظروف عائلية، فما حاجات قاسية عاشتها سي سيغ في حياتها اللي خليتها معناها توصل للحالة ذيك. وأكيد ما نعرفش، أنا ما نعرفهاش شخصيا وما نجمش نحكم، لكن تنجم تكون معناها تعاني من مرض نفسي.